عودة المتخاذل مرة تانية في الأخبار الشائية. بس قبل الأخبار انت في ناوي تبطل خنزره بص انت؟ بس يا حاج عطبة كده، أنا عارف إن أنت مكتومة بقالك فترة، بس هقول كام إعلان في الأول، بعد كده ممكن تعلق، بعد كده نخش على الأخبار بتاعتنا. قشطة، إن شاء الله هيكون في بكرة، وإن شاء الله برضو يعني ما تخاذلش، هيكون في مراجعة للفصول بتاعت مانجا ون بيس ومانجا كينجدوم في صيغة بث مباشر، لأن أنا بصراحة استمتعت معاكم بالبث ده اللي أنا عملته في الفترة اللي فاتت، وإن شاء الله يعني. بس هو المشكلة يعني هيكون الموضوع حرق بالنسبة للناس اللي عايزة تخش معانا، بس إن شاء الله من الممكن المراجعات الأسبوعية تكون بصفة دورية بالشكل ده. ده هيسهل فكرة إن أنا ممكن أعملها ورا الفصل بشكل مباشر، مش محتاج إن أنا أصور، مش محتاج إن أنا منتج، من الممكن على التويتش بنشوف فكرة الرياكشن او اللايف رياكشن، رغم ان انا ما بحبش الحركه ديت، لان انا بحب اخد متعه الفصل لنفسي، بعد كده المتعه التانيه في النقاش بقى معاكم، ساعتها النقاش هيكون بشكل مباشر، فده هيكون جانب كويس. ويعني هلغي بقى فكره ان الفصل ذات نفسه او المراجعه بتاخد يوم كامل، وفي نفس الوقت يعني تبقوا خدتوا المراجعه الاسبوعيه اللي انتوا عايزينها. قشطه يا شباب، دلوقتي مع التعليق بتاع انت العطبه. يا عطب ناوي تبطل مش مهم خنزره الخبر الاول اللي من بعد الفصل اللي صدر ومن بعد اللايف رياكشن الخاص ببيرزرك، لو من هنا او من هنا للفصل الاخير، تم الاعلان خلاص ان مانجا بيرزرك هي في توقف نهائي. مفيش اي خبر، مفيش اي فصل جديد من الممكن ان هو يصدر، ده لحد دلوقتي الكلام المطروح، على الرغم ان في الغالب لو في فكره ليه ان يكون في فصول جديده في الغالب هيطرحوا الفكره ديت ومش هيتاخر. وعلى الجانب التاني يعني زعلان جدا، زعلان ان العمل ده اتلغى. شفت يا عم ميورا، شفت اخرتها، ضيعت انت اوقات في عمل ملوش ناس، مش كفايه ان عيل هخة كان لازم تنهي حياتك بالشكل ده؟ يلا مش مهم، هو عمل كان زبالة أساسا. أتفق، هذا العمل كان غريبة، لغريبي مع الأطوار. إنك بتحب النوعية ديت من الأعمال بس شقي. يا ويبرم وهيا سكا. وفي خبر حزين مفرح، يعني هو مش عارف فان جوجو ممكن ياخدوا الموضوع ازاي، الاعلان ان البارت السادس اللي هو خلاص قادم في السنة ديت او في اخر السنة ديت في شهر ديسمبر، ان الحلقات هتصدر كدفعة في اخر كل شهر، فيعني الفانز هيبقوا متعلقين شهريا بان عندهم 4 حلقات مجمعه، والعمل هيكون موجود على نتفليكس، لان طبعا كما العاده نتفليكس ما ينفعش تفوت حاجه زي كده. وانتظروا ان شاء الله المراجعه بتاعت البارت الثاني، ان شاء الله باذن الله تكون الاسبوع ده، وان شاء الله هخلص البارت الثالث والرابع قبل واعمل لهم ملخص ان شاء الله. يعني انا عن نفسي ما استوعبتش اللي انا قلته. في خبر جديد قديم من المفروض ان هو فات مني من فتره، الانمي او العرض بتاع الخاص بانمي اورينت اللي هو من نفس مؤلفه انمي ومانجا ماجي، الاعلان عن العرض بتاع الخاص بيه اللي هو قادم في شهر يناير المقبل. يا جدعان في انمي برضه من نفس المؤلفه المفروض كان يكون ليه نهايه، مش كده؟ المفروض كان يكون ليه نهاية. يعني مش فاهم بصراحة، هل استوديو فيتابل بيهزر معانا، ولا هل هو بيلقي بعض النكات، لأن النكات اللي موجودة في العمل مش قد كده. الموسم الثاني الخاص من العمل هيصدر في زي ما هو اللي هو يوم 10 أكتوبر، بس في أول 7 حلقات تقريبا هيقتبس الأرك الخاص ب اللي هو أرك قطار اللانهاية تقريبا، ده اللي هو بالفعل تم اقتباسه في الفيلم. يعني مش مكفيكم ان انتوا خلاص يعني حلبتوا ام الفيلم وطلعتوا منه يعني فلوس قد كده، يعني تستاهل على الشغل اللي انتوا عملته، بس خلاص يا اسطى. وعلى الجانب التاني تيجي ان انت هتحط برضه في الانمي اللي انت هتروح هتبيع منه نفس البلوراي، مع انك بعت البلوراي ده في الفيلم ذات نفسه، يعني هو شغل حلب. الجدير بالذكر ان هم هيقتبسوه في خلال 7 أو 8 حلقات، والارك اللي هو الناس مستنياه هيبدا في شهر ديسمبر، بس يعني مراجعه الفيلم من هنا او من هنا. خبر للانمي اللي لسه منتهي بقاله كام يوم او يعني ممكن اسبوع، انمي طوكيو ريفنجرز هيكون ليه اعلان هام في مجله شونين الاسبوعي ان شاء الله. يعني في وقت قريب هيكون في مراجعه، اما ان هي هتكون جلد بسبب يعني ان هو نوعا ما يعني موازي بقى للتطبيل اللي حصل له، او انا هنضم الفيلق المطبلين، برغم ان من اول 3 حلقات انا تابعتهم
ما توقعش ان انا هميل للصف ده. الجدير بالذكر ان السلسلة على غلاف مجلة اني ميديا لشهر اكتوبر. استمرارا مع الموسيقات الدعائية، الموسيقى الدعائية الخاص بسلسلة او السلسلة الحية من كاوبوي بيبوب اللي هو المسلسل القادم من نتفليكس يوم 19 نوفمبر، اللي يعني مع الاسف مع الصور اللي اتسربت قبل كده او الصور اللي نزلت كتشويق، يعني الناس شايفة ان في هخة في ميم ماتيريال جاي قريب. ابتعد عن الملصقات الاعلان عن حصول مانجا زاياكو ذا جايد 2 بيبي سيتنج على انمي. انا مش فاهم ايه التوجه ده، ومش فاهم ليه يعني ديت نقطه تكرار. المفروض يعني نتفليكس بقى هي اللي هتكون منتجه الانمي ده صح، وهتعمله في شكل فيجوال نوفلز، بس الفكره ديت عماله تكثر في الفتره الاخيره ليه؟ ليه؟ الجدير بالذكر برضو ان الانمي اللي هو ذا واي اوف ذا هاوس هازبند اللي هو كان من نتفليكس اللي هو لموسم تاني قادم هيكون عباره عن فيجوال نوفلز برضو بنفس الشكل ده، ان هو صوت مع مؤثرات صوتيه بس، واخدين صور المانجا وملونينها وشكرا على كده قفل لنا، وهو قادم في 7 اكتوبر المقبل. الانمي انا تقريبا ما كملتش منه حلقه واحده لان ده اسمه تهريج، يعني انت مش عارف حتى تعمل لنا تحريك للفم وخلافه. امال شركه يعني بالمليارات دي، ما هو ليه طبعا اكيد حاطين الفلوس دي في حاجات اهم، حاجات اخلاقيا تمام طبعا. رجوعا بقى للموسيقات الدعائيه، وفي نفس الوقت برضه هو اعلان عن انمي قادم من استوديو مابا، استوديو مابا اللي عمال شغال كده كانه مازوخي، حضور ملصق ترويجي للانمي واللي هو قادم في عام 2022. نتفليكس فات عليكم الانمي ده، يعني حاجه اهي، حاجه اهي، لا مستواكم في تراجع. ابتعدا عن الملصقات والاصدارات، الاعلان عن دخول مانجا دكتور ستون اللي انا لسه لحد دلوقتي بتخزن وما عملتش مراجعه عليه، الانمي الموسم الثاني منها، ان هي داخله للارك الاخير وده هيبدا من الفصل القادم اللي هو هيصدر في 9 اكتوبر المقبل. ان شاء الله يا جدعان ابطل التخاذل بتاعي، والانمي عندي بقاله فتره طويله ولسه لحد دلوقتي عمال اتاخر. على جانب اخر، واظن ان شاء الله يعني ده هيكون اخر مره اذكر فيها الخبر ده، الاعلان عن صدور او ان الفيلم الخاص بفايولت ايفر جاردن هيكون موجود على نتفليكس في 13 اكتوبر المقبل. عشان بس افكركم، هو مقرصن على النت، محدش يقول بس النتفليكس عشان يعني الناس تتفرج. في خبر الانمي قديم شويتين من 2012، الاعلان عن انمي جديد لسلسله بلاك روك، وهيكون بعنوان داون فول. المزيد من التفاصيل هتكون على الانمي ده في وقت قريب، في الايام القادمه او الاسابيع القادمه او الشهور او السنين الله اعلم. بس الجدير بالذكر ان الانمي من 2012، فده حاجه كرجوع للعمل، والعمل هو ليه الموسم الاول بتاعه تقريبا 3 حلقات وليه اوفا ماشي بشكل متلخبط. وفي خبر من الانمي الاعظم في هذه السنه، انمي ماي هيرو اكاديميا قيد الانتاج الموسم السادس منه، تم الاعلان عنه، وتم الاعلان برضو عن العرض التشويقي او العرض الترويجي الدعائي ايا كان الزفت اللي تم الاعلان عنه. استوديو بونز شكرا على هذه التحفه الفنيه دروب. طبعا بعد التوقف اللي حصل في الموسم ده، فاحنا هنوصل لان الموسم السادس هيبدا بمراسم بقى واحتفالات، ويعني نجمع شويه الابطال بتوعنا ونجيب بقى حاجات فيلر لحد ممكن الحلقه 22 واخر 4 حالات، لان انا بصراحه شايف ان الموضوع فيه تزايد، ان الحلقات اللي ملهاش لازمه عماله تكتر وتاخد، يعني المره دي خدت 4 اخماس الموسم عقبال لما الموسم دخل في اجواء. فشكرا استوديو بونز. من هنا سوف نكمل مع فيديوهات دعائيه الى ما لا نهايه، بهزر يعني مش لنهايه الفيديو، يعني ممكن لحد تلت الفيديو اللي جاي كله اعلانات دعائيه. الاعلان عن عرض دعائي خاص بذا سلايم اللي هو شخص يعني تحول لسلايم اللي هو انمي سلايم، يعني مش عارف انا يعني عمال استعبط ليه، ان هو قادم لي او الاعلان ده خاص بفيلم قادم للعمل اللي هو جاي في موسم الخريف المقبل السنة الجاية. يعني الجدير بالذكر ان الموسم اللي فات من العمل مش عارف يعني بصراحة هل اعمل له مراجعة، لان المراجعة الخاصة بالعمل هتكون ذكر الكم السلبيات اللي موجودة في الموسم ده، ومعظم الفيديو هيكون عن السلبيات وقد ايه الموسم ده كان فيه كم استهبال، بالذات مع النهاية. النهاية اقل ما يقال عنها هي تراش على ال 2
التويست الغبي اللي حصل فيه. الإعلان عن فيلم أنمي جديد ومن المقرر إن هو هيكون معروض على شبكة نتفليكس في سنة 2022 بعنوان دريفتينج هوم. الفيلم قادم من استوديو كالارويد أيا كان. أبرز أعمال الاستوديو هو بيرن ذا ويتش، أو أكتر عمل أنا فاكر أو فاكره للاستوديو ده اللي هو يعني مرتبط بسلسلة بليتش. بس نتفليكس اطفال يعني خلاص اتنقلنا خلاص بقى من مرحله الضجه اللي على الكبار وكل حاجه تخص، هننزل بقى دلوقتي المستوى؟ لا. بعيدا عن هذه الهخه ننتقل لهخه اخرى، الاعلان عن مسلسل انيميشن للعبه ليج اوف ليجندز او لول فعلا، والقادم من نتفليكس بتاريخ 6 نوفمبر 2021. الاسم بالفعل متركب عشان الانيميشن ده، ومتركب ومتفصل لنتفليكس. لول هو ابرز ما يكون عن هذه التحفة القادمة. عرض دعاية اخر لانيمي اخر هيصدر في سنة 2022 قادم من استوديو انكاريج فيلمز و انمي، هيصدر انمي. الانمي بعنوان ديمون او قريب من اسم دي جايمون، بس يعني غريبه مش من نتفليكس. انمي كمان لعرض دعائي مش قادم من نتفليكس، سبحان الله، وبس هو قادم من استوديو مابا متعاونا مع استوديو ماد هاوس. الانمي اللي بسبب الاعلان ده كان عليه شويتين ضجه لان اسمين تقال قائمين على العمل ده، انمي تاكت او بي ديستني اللي هو قادم في 5 اكتوبر السنه دي. الانمي اللي هو محطوط عليه شويتين ضغط، مش شويتين، محطوط عليه ضغط كبير لانه لازم يكون مواكبا في الرسم والتحريك ويكون بقى يعني معاه قصه كويسه. رجوعا للعروض الدعائيه الهخه، الى العرض الدعائي الخاص بفيلم سورد ارت اونلاين اللي هو جاي في 30 اكتوبر، مبروك يا عم كيريتو. عرض دعائي اخر لانمي اخر سمعنا عنه من فتره وهو كان من الاعمال اللي تم الاعلان عنها ان هي قادمه من نتفليكس، الانمي الجانبي لسلسلة برايت اللي هو قادم في 12 اكتوبر واللي هو جاي من نفس اخراج مخرج انمي يور لاين ابريل. انا ملاحظ ان انت ساكتة بقالك فترة يعني النيوز. امتى يا عم؟ مش مهم. الجدير بالذكر انه طالما قادم من نتفليكس يعني نتخيل منه اعظم القصص. استمرارا مع العروض الدعائيه، وانا عن نفسي زهقت منها بس مش عارف اذا كنت مكمل معايا ولا لا. العرض الدعائي الثاني الخاص بالانمي الاصلي اللي هو بعنوان فيجوال بريزن اللي هو قادم من استوديو اي 1 بيكتشر، واول لما تسمع اي 1 بيكتشر يعني تخيل بقى شعر بالوان تعالوا يا بنات، تعالوا يا بنوتات، تعالوا في كلبوبات عندنا. المهم انه قادم في 8 اكتوبر 2021. ورجوعا بقى مره تانية لنتفليكس، يعني مش هنخرج برا نتفليكس النار، الاعلان عن عرض دعائي خاص بالانمي بلو بيريود اللي هو قادم في 9 اكتوبر على المنصه في 9 اكتوبر، انما هو المفروض يكون خلاص بدأ نشوف. خلاص يا شباب، عرضين دعائيين بس ونخلص من الفقرة الهخة دي. العرض الدعائي الخاص بأنمي ساكوغان اللي هو قادم من استوديو ساتلايت اللي هو قادم في 7 أكتوبر الماضي. من أبرز أعمال الاستوديو هو أنمي هيلسينج ألتيميت أو هيلسينج ذا ألتيميت، ممكن أكون غلطان في ده بس يعني دي حاجة تحمس، بس تشوف إن هو برضو مع فريتين فأمالك تقع في الأرض خالص للأسف يا صديقي. وفي خبر عن فيري تيل، بس قبل ما نتكلم على فيري تيل والكثير من الواو، الاعلان برضو عن حصول انمي شادو هاوس على اعلان اللي هو خاص بالموسم الثاني اللي هو واحد من الانميات اللي كنت عايز ارجع له، بس طبعا انا عمال بتخاذل، يخفى عليكم هذا التخاذل يا شباب، بس يعني انا ضحكت عليك دلوقتي ولسه خبر فيري تيل متاخر شويه. الاعلان عن تعاون شبكه او قناه الترا بلس مع شبكه كرانشي رول مع شركه سلو كيرف على انهم يعملوا شويه اعمال اصليه، والاعمال دي هتصدر مع الوقت وهنشوف الاعلانات عنها. بس طبعا طالما كرانشي رول داخله في الموضوع، بس هو المشكله دلوقتي ان هي اعمال اصليه، فطبعا بدل ما فكره الاقتباس اللي هي هتكون سيئه هيخلوا تسارع الاحداث في الاعمال دي هتكون زفت، فيعني يعوضوا فكره الاقتباس اللي. المهم ان الخبر اللي بعده هو عن الاعلان عن حصول سلسله ماي نيكست لايف از ا فيلينز اللي هو واحد من الانميات اللي كان في الموسم اللي فات واللي انا ما تابعتوش من ضمن الاعمال اللي تابعتها في الموسم اللي فات ده على فيلم
والمزيد من التفاصيل هتكون عنه قريبا. قريبا. تكملة مع الإعلانات، الإعلان عن إن القسم الثاني من أنمي فانيتاس هيكون في شهر يناير المقبل. مبروك طبعا لكل الناس المحبة للشعر اللي هو بيخبي واحد من العينين ويفضلوا طول الحلقة على الشكل ده، ونبرز العين التانية بس عشان الكاكوي والبنات تصرخ في الخلفية. وبعد صدور العرض الدعائي الخاص من انمي كومي سان كانت كوميونيكيت، وانا ضفت سان برضو هنا كغلطة، هيتم عرضه او بثه على شبكة نتفليكس ابتداء من 21 اكتوبر خارج اليابان. انا كده ابتدات اتوغوي. صدور الملصق الدعائي الخاص بانمي سامر جوست اللي هو قادم لصالات السينما في اليابان، قادم بتاريخ 12 نوفمبر المقبل. ماذا تفعل يا ابا المعاصي؟ لا بس بدور على شعار نتفليكس عشان اعرف هو هيعرض. للاسف مش هيتعرض لسه على نتفليكس، استنى يا شباب لحد ما ينزل على النت وبعد كده نتفليكس هتاخده الناس تتفرج عليه مقرصن. وفي خبر جامد بوفتك جدا لسلسله وان بيس، صدور رسمه كده كاحتفال بصدور المجلد 100. الله عليك يا اودا. اودا صدور ملصق دعائي جديد لانمي داي الشجاع. بصراحه انا بقول الخبر وما عنديش اي حاجه تانية ان انا اضيفها، لان برضه انا ما كنتش بتابعه في الطفوله، كنت طفل كما العاده يعني محنك من الطفوله، كنت بتفرج كده واقول لا الانمي ده سيء كتابيا. واخيرا الخبر اللي مش منتظر تماما، الاعلان عن حصول فيري تيل او سلسلة فيري تيل اللي هي مهمة المئة عام على انمي. طبعا كل محبين الواو هيعجبهم الموضوع ده، لان بالتأكيد يعني انمي فيري تيل معناه الكثير من الواو. يعني اتمنى نتفليكس يعني تلقي بالا لهذا الانمي البوفتي. صدور الملصق الدعائي الخاص بانمي رانكينج اوف كينجز اللي هو قادم من استوديو ويت، اللي هو قادم بتاريخ 14 اكتوبر 2021. استوديو ويت من ابرز اعماله هو انمي فيلان ساجا، ومش هنذكر انمي اتاك اون تايتن لان فانز اتاك اون تايتن بيكرهوا استوديو ويت دلوقتي، وان هو تخلى عن اعمالهم المفضل وبعد كده بيروح يقارنوه بمابا ويقول ان مابا زباله. ارجع ارجوك بليز بليز يا عم ويت، ارجع خد الانمي تاني، ما تقلقوش هتنبسطوا جدا بالموسم ده. ايه اللي دخل الاخبار دي كلها؟ الجدير بذكر ان الانمي اللي انا نسيته وكنت قاعد بتكلم عنه ده، ان هو عن تقريبا يعني الملصق عن عيل قاعد على العرش، وهو هيكون انمي من قسم. وبعد ما خرجنا من فكره العروض الدعائيه دخلنا دلوقتي للملصقات الدعائيه والاعلان عن الملصق الدعائي الخاص للحلقات الخاصه من انمي ذا انشنت ماجوس، المكون من 3 حلقات، نفس الحال بتاع بلاك روك اللي احنا سايبينه من شويه. رجوعا بقى لحاجه احنا بقالنا فتره ما اتكلمناش على تقريبا من كام خبر من شويه، الاعلان عن انمي قادم برضو من استوديو ماد هاوس، وعن العرض الترويجي الخاص بيه، واللي هو برضو حاجه بترجعنا للعروض الترويجيه. رجع المهم ان الفيلم الاصلي ده قادم في خلال عام 2022 المقبل. ولا يا اسطى ما تقلقش، يعني العروض الدعائيه تعتبر تقريبا خلصت، من الممكن في عرض دعائي تقريبا زياده. لا مفيش. الاعلان عن حصول مانجا كايجين على مشروع انمي، والمزيد من التفاصيل هتكون على الموضوع ده في وقت لاحق. الاعلان عن حصول انمي ذا كوداما ليزي لايف على انمي تلفزيوني، مش عارف بصراحه ايه الصوره الزباله اللي هم عاملينها دي، مش عارف بصراحه هل هيكون نفس الفكره بتاعت ان الجمجمه هي قد كده والعين تقريبا واخده مساحه. المهم ان هو قادم من استوديو لابين تراك اللي هو ابرز اعمال الاستوديو اللي انا اعرفه هو الاوفات الخاصه بانمي اوتاكو وكوي موسكاشي، او اللي هو الترجمه بتاعته يعني الحب صعب على العوتاكو، فانت هتفضل بائس يا اسطى لوحدك لوحدك لوحدك. المهم يعني ان الانمي اللي هو الخاص بالمانجا اللي احنا نسيناها ده هو قادم في سنه 2022. طبعا انت ما اهتمتش تقريبا يعني مكتئب شويه، ما تحزنش يا اسطى يعني كله رايح. في خبر خاص بمجله شونن جامب، الاعلان عن صدور مانجا جديده بعنوان نعم ايه بي 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 بي. اللي هي قادمة للمؤلف مابولو نمبر 3، ولما تيجي تبص على عمل تاني للمؤلف هتلاقي ان اسمه دا 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 دا. هو عمل الموضوع ده ترول يعني، عرف يا نون نيوز تقولي بي 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 5 مرات ورا. وفي خبر هو يعني لسه هيصدر بعد كده، لسه لحد دلوقتي ما صدرش، بس هو قادم لسلسلة كوتارو وهيتو يكشي ام الخبر يا عم، ان شاء الله عن امه ما صدر. وبعد ما جه 24 سبتمبر تيجي تبص على الخبر هو ان
الأنمي هيتم عرضه عالميا على نتفليكس خلال موسم الربيع 2022. الإعلان عن انتهاء مانجا كاندي فلاري بالعدد 41 من مجلة شونين جامب الأسبوعية، وده بعد إصدار 19 فصل فقط. عارف جايب عارف يعني عشان الصورة شكلها سم. الموسيقى الدعائي الخاص بفيلم الأنمي شايلد أوف، مش عارف أكمل الاسم ومش هحاول إن أنا أقوله، واللي هو جاي من إنتاج نفس الاستوديو الخاص بأنمي طوكيو ريفنجرز اللي هو عامل ضجة وبلبلة ويستحوذ على المبيعات لي شوية حلوين في السنة ديت. وان بيس هياخد على عينه برضه، وآه ما قلتش اسم الاستوديو لأن اسمه برضه ليدن فيلمز، يلا مش مهم. وهو قادم في 8 أكتوبر 2021 في هذه السنة. وده كان الخبر النهائي. اختمي يا نونيو.